حلالة العيد هالهلالة والله كل الطرب يا حلالة يا ربنا مساكم الله بالخير وما زلنا معاكم من خلال قناة الاي تي في وبرنامج سراي وثالث ايام عيد الفطر السعيد. الله يعود عليكم ان شاء الله بالصحة والعافية. خلكم في البيت وديروا بالكم على نفسكم، قاعد يقولون ويعيدون ويزيدون، وقاعد نكون معاكم ان شاء الله على الهواء مباشرة. عندنا وايد اشياء حلوة ان شاء الله راح ترضيكم، ولكن في البداية رحب زميلتي ريهام الحسن. مساك الله بالخير ريهام. مساك الله بالخير صالح، شلونك شخبارك؟ وايضا حابه امسي على مشاهدينا ويا اهلا فيكم اليوم في حلقه جديده، طبعا في ثالث يوم العيد وهذه الاجواء الجميله رغم هذه الازمه، ازمه فيروس كورونا، لكن الحمد لله الحمد لله ان احنا للحين في صحه وعافيه ومع اللي نحبهم، هذا اهم شيء. نعم. شلون العيد معك يا صالح؟ العيد جيد. ناس وايد تشتكي من العيد وان احنا متضايقين وان احنا العيد هالسنه متغير، هذا شيء طبيعي لان أن إحنا في النهاية يجب أن نتبع قواعد وقوانين مجلس الوزراء في عملية التباعد الاجتماعي للحفاظ على نفسنا، للحفاظ على أهلنا، للحفاظ على الكويت أولا وأخيرا. طول ما الصحة زينة، طول ما أنت قاعد في بلدك في بيتك، الأشياء الأساسية كلها وأيضا الرفاهية قاعد تكون موجودة عندنا، فلا يفترض أن إحنا نتذمر بهذه الطريقة. وأنا متأكد في أن الشعب الكويتي ملتزم بالقوانين كاملة وقاعد يحرصون على أن يكون في تباعد اجتماعي. ريهام، يعني أنا اليوم يعني صادفني موقف إن إحنا المفروض خلاص ما نسلم يعني على بعض. أكيد. لأن يعني هذا الفيروس أو هذا المرض يعني مو بس أنا اللي أقول، الكل عارف هو إش كثر خطر وإش كثر ممكن إنه ينتشر ثانية. فمع الأسف للحين في ناس لما تشوفني أو لما يشوفون بعض يبي يسلم، فما راح يكون فيها شيء لما أنت مع الأسف إن أنت مضطر إنك أنت ترده حفاظا على نفسك وعلى نفسه. بس بنفس الوقت يا صالح البعض مرات ينسى أن في ظل هذه الأزمة، فعلى طول أول ما يشوف اللي يحبه يبي يسلم عليه وكذي، يعني سلام سريع. بس أشوى أنك بنفس الوقت تحذرهم، وفي الفترة هذه قاعد نشوف ما شاء الله الكل عنده هذه التوعية، ونشوف بعض الدول يعني الكل قاعد يفتح، وإن شاء الله قريبا في الكويت. صحيح ان شاء يعني الله، اخبار جميله ان شاء الله، القادم شاء الله اجمل باذن الله. ان شاء الله كلها حديد سهل مثل ما يقولون، وتعود الحياه الى ما هي وترجع ان شاء الله بشكل افضل واحسن. احنا نحرص في برنامج سراي ان يكونون معنا المشاهير ويكونون معنا المؤثرين ايضا في السوشيال ميديا. ضيفتنا لليوم مؤثره في منطقه الخليج وايضا في المملكه العربيه السعوديه، لها ستايل مختلف، قاعد تقدم محتوى ممكن يكون غير عن اللي موجود، ومن الرياض تحديدا بتكون معنا البلوجر ريم السويدي. ريم كل عام انت بخير وعيدك مبارك. مساء الخير وكل عام وانتم بخير ومتعايدين جميعا. يسعد لي مساك ريم وكل عام وانت بخير. اليوم نبي نتكلم في ظل هذه ازمه فيروس كورونا، شلون العيد في الرياض؟ والله العيد جميل صراحه، يعني شيء لطيف كان ان العالم كلها محتفله بالعيد رغم كل الظروف، كلنا احتفلنا في بيوتنا مع اهالينا واستمتعنا الصراحه، كان شيء جميل. ريم انتوا عندكم في السعوديه في حظر كامل ولا لا اليوم؟ يعني هابي نيوز الحمد لله، تم اعلان انه ان شاء الله الحظر من يوم الخميس القادم راح يبدا تدريجي من الساعه 6 الصبح ل 8 المساء لحد 29 شوال إن شاء الله، وبعد كذا يعني بينشاء الحجر بإذن الله. نعم، بس حالياً أنتوا عليكم حظر حالياً. إيه حظر كامل، إيه بعدم الخروج من المنزل أبداً، وأتوقع أن هذا القرار كان قبل العيد بكم يوم ولا طوال شهر رمضان ما كان عليكم حظر كامل صحيح؟ لا، أول رمضان كان فيه حظر كامل وبعدين صار تدريجي، وبعدين آخر رمضان خلاص صار كامل، عشان تعرف اختلاطات العيد صالح يعني صحيح. أكثر شيء نجتمع فيه في العيد، فهمت؟ عشان كذا أكيد. ريم، عرفنا أنك أنت في الرياض، هل كنت أنت ضمن السعوديين اللي تم إجلائهم؟ لا الحمد لله،
بس كنت متابعتهم أول بأول وما هم قلباً وقالباً، وكنت جداً مبسوطة فخورة بدور حكومتي باللي قدمتها لهم من إقامات وسكن وطيران، وحتى لما وصلوا من يعني وكانوا موجودين في الحظر قعدوهم بأفضل الفنادق وأفخم الفنادق. يعني الحمد لله كنت أنا فخورة جداً باللي صار، والأزمة هذه تحديداً أثبتت لنا فعلاً أن المملكة العربية السعودية هي مملكة للإنسانية. أكيد. وعرفتنا صراحة مين اللي يملك الإنسانية ومين لا. نعم جميل. الحمد لله ريم في أن إحنا نعيش أو إحنا ننتمي إلى منطقة الخليج العربي، وأن عندنا حكومات نفس حكومة أكيد. المملكة العربية السعودية أو الكويت أو كل دول الخليج العربي في حفاظها وخوفها على الشعب وأيضا على المقيمين وعلى كل من يعيش بهذه الأراضي الطيبة. الله يحفظك ريم ويحفظ الجميع إن شاء الله، وتكون غمة وتزول إن شاء الله في الفترة المقبلة. أنت شخصياً ريم شلون تعاملتي مع أزمة كورونا؟ هل كنتي ماخذة الموضوع جدياً في البداية، ولا أنت حسيتي فجأة أن الموضوع صار حقيقي ويجب أن أنت تلتزمين بكل القواعد والقوانين؟ شوف، قبل ما يتم أنه الحظر والتعليمات اللي جاءت من حكومتنا، صراحة كنت يعني أحس أنه نفس كل مرة أنه إن شاء الله شيء بسيط وبيروح. صحيح. بس بمجرد ما صار فيه الحظر، وهذا أكيد كلنا التزمنا بكامل التعليمات وعرفنا أنه فعلا شيء يعني مهم، لأنه لو أنه مو شيء مهم ما كان بيصير كل هذا الاهتمام يعني لحمايتنا وعدم أنه ما نطلع، فلا استوعبنا أنه فعلا شيء خطير. يعني إن شاء الله يا رب أزمة وتعدي. إن شاء الله أزمة وتعدي يا ريم. طبعا نفس ظل هذه الأزمة في فيروس كورونا قاعد نشوف تأثر كبير على مشاهير السوشيال ميديا من ناحية البزنس، لأن أنت عارفة كل مشاهير السوشيال ميديا شغالين إعلانات وفي بعض العقود بشكل عام، يعني بصورة عامة، فش كثر أثرت هذه الأزمة عليكم؟ علي أنا؟ على جميع السوشيال ميديا وأيضا أنت يعني واحدة منهم. شوفي، أنا مقتنعة أنه الأزمة هذه أثرت على كل أحد، على المشاهير، على الشركات، على حتى القنوات، كل شيء. بس في نفس الوقت برضو أثبتت لنا مين اللي يقدر فعلاً يصنع محتوى ومين لا. في ناس المشاهدات تبعهم زادت، في ناس اختفوا، فهي كانت صراحة تحدي أنك تثبتي أو تصنعي محتوى صراحة. صحيح، خصوصا ان ريم انت معروف عنك ان اعلاناتك اغلبها من خارج السعوديه، صح كلامي ولا غلط؟ صحيح. انت تقومين بعمل اعلانات للعديد من الماركات العالميه واشياء خارج المملكه العربيه السعوديه، راح نتكلم عنها اكثر، ولكن في يعني ما ادري اذا انت عارفه الموضوع ولا لا، في عندكم شخصيه معروفه بالسعوديه، انا للامانه ناسي الاسم الحين تماما، اللي سمعت عن تجمع وراحت قدمت شكوى ضد صديقاتها بسبب التجمع اللي صار. هي اعلاميه، انا للاسف يعني ما يحضرني اسمها ولا كان قلتها يعني على الهواء، سمعتي عن هالسالفه وابتسمتي. لو صار معاك هالموقف خصوصا مع الازمه هذه اللي احنا عايشين فيها، ممكن تسوين نفسها وتروحين تشتكين على صديقاتك او اقربائك بسبب تجمعهم؟ والله انا اتحفظ عن الرد صراحه، لانه ما اعرف هي ايش كانت ظروفها صراحه، بس اتحفظ عن الرد. اوكي، تحسين ان انت ما يعني انت ما تسوين كذي لو انت شفتي ان هناك تجمع لعدد من اصدقائك او صديقاتك؟ لا، يعني الصراحه وبيني وبينك صالح ترى انا ما عندي اصدقاء، اللي يتابعوني يدرون ان انا حياتي شغل وبيت. صحيح. عشان كده ما ندري ايش وقت الظروف ايش ممكن يصير صراحه. جميل. ريم، طبعا الكل عارف ان انت من المشاهير اللي دائما اكثر العقود عندك وشغلك كله في اوروبا، ايش كثر تشوفين الفرق في التعامل يعني مع المشهوره العربيه والاجنبيه، ولا نفس التعامل من الشركات قصدك؟ اي في الشركات العالميه. الشغل مع الشركات العالمية ما لها أي علاقة ترى بالجنسية، كانت عربية أو أجنبية، هي على حسب المعايير تبعك. إذا أنت تملكين المعايير اللي هي يعني يهتمون فيها وتلفتهم وعندك الخبرة فيها، راح يشتغلون معك بغض النظر عن إيش جنسيتك، كنت عربية أو أجنبية. مع العلم ترى كثير يعني أجانب ما اشتغلوا، ما قد اشتغلوا مع شركات عالمية، فهي ما هي بالأجنبي وبالعربي، هي إذا أنت تملكون المعايير تشتغلين إن شاء الله.
بالضبط، شنو هي المعايير اللي هم يبونها يعني؟ يعني أكثر شيء ما تكونين مستهلكة، يعني ما تكونين في كل مكان طالعة، حسابك يكون فيه كواليتي أكثر من كوانتيتي. يعني الشركات العالمية ما يطالعون كم عدد متابعينك، ما يهمهم أنت تبركين 100 والمليون، يهمهم إيش الكواليتي اللي أنت تقدمينها، عندك المصداقية، عندك جمهور متفاعل أكيد، الإمبريشنز حقك تكون متفاعلة عالية، وبنفس الوقت لما تتكلمين عن المنتج تكون مقتنعة فيه وعندك خبرة فيه. صحيح. تو حضرتك ريم تفضلتي وقلتي إن مشاهير السوشيال ميديا بينوا أو بين المحتوى في ظل هذه الأزمة، شنو تقصدي بالمحتوى وشنو المحتوى اللي تقدمه ريم السويدي؟ المحتوى وبستوري. لا it's okay. أوكي على بال ما نرجع مرة ثانية مع ريم، أتوقع أنه صار يعني خلل بسيط، كان رجعنا. أوكي شنو المحتوى اللي تقدمه ريم وشنو تقصدي من كلمة محتوى؟ أوكي المحتوى يعني مثلا في ناس المحتوى تبعهم كان قائم على الفاشن، يعني صحيح. السفر، الفاشن، عروض الأزياء، خصوصا أن جاء وقت الأزمة في وقت عروض الأزياء الفاشن ويكس. نعم. فهذول مثلا محتوى قائم على الفاشن، في ناس اختفت، في ناس صنعت محتوى، اللي صارت تعمل طبخ، اللي صارت يعني تتكلم بمواضيع عن البزنس، ريادة الأعمال، ففي ناس طلعت في ناس لا. أنا من الناس صراحة اللي كنت شوي بعيدة عن السوشيال ميديا بحكم انشغالي، لأنه أنا غير أني إنفلونسر أنا مديرة علاقات عامة لشركة كبيرة، فشغل يعني طول الوقت أنا أكون مشغولة بشيء، يعني بأكثر من شيء، فنادراً أطلع على السوشيال ميديا. الأزمة هذه أو الحجر خلاني أرجع لجمهوري بشكل أقوى، صار في توتوريال، صار في أنا وياهم يعني مواضيع، أفتح لايف أنا وياهم، أسوي طبخات، عملت محتوى لايف ستايل من جوا البيت عندي، ورجعت أقرب لمتابعيني. جميل. ريم على طاري المحتوى اللي ذكرتيه من شوي وقاعد فيه يكون تواصل بينك وبين الجمهور عبر السناب شات، لكن في ظل هذه الأزمة تشوفين هل العدد زاد أو قل؟ لا زاد. زاد أكثر. نعم. يعني أكيد، لأنه الناس صار قلت لك صار عندنا فراغ مرة كبير، يعني اللي موظف أو اللي طالبة أو كلنا صار ما عندنا شيء غير السوشيال ميديا والتي في، فأكيد المشاهدات ارتفعت. للي أرجع وأقول لك اللي عنده محتوى. نعم الله يزيدك إن شاء الله، يزيدك نجاح يا ريم، وتكونين دائما موجودة في السوشيال ميديا ويكون عندك محتوى حقيقي، لأن فعلا مع الوقت يبين من هو الإنسان الحقيقي من الإنسان المتصنع أو الفيك. ولكن ريم تتفقين معي أو لا، دائما هناك هجوم على مشاهير السوشيال ميديا تحديدا في الخليج بعد، وقاعد يزيد خصوصا بأزمة كورونا، شوفوهم ما قاعد يقدمون شيء، شوفوهم بينوا على حقيقتهم، شوفوهم ما قاعد يقدمون أي دور يذكر، لماذا هذا الهجوم من وجهة نظرك يا ريم؟ شوف أنا بقول رأيي بصراحة، يعني قلت لك أرجع وعيد أقول لك الفراغ الكبير، يعني طبعا دائما المشهور يتعرض للنقد بأي شيء يحطه، الفترة هذه خلت لا العالم تتركز لك على كل شيء تحطه، فيدققون بكل شيء تحطه، فصار أرجع أقولك الفراغ الكبير هو اللي خلاهم يركزون، وصار فيه الحرب هذه على المشاهير، وأحيانا منهم فعلا ما يكون سوى شيء بس الفراغ. يعني بنفس الوقت ريم تشوفين ان هذه أزمة فيروس كورونا ممكن نقول تصفية حسابات على المشاهير؟ لا ما أتوقع، لأنه قلت لك المشهور محارب بكل الأحوال، بس الفترة هذه خلت الناس تركز زيادة على المشهور. صحيح. لكن من خلال متابعتك يا ريم قاعدة تشوفين أن البعض في السوشيال ميديا يعني أهم اختصاصهم ممكن نقول أكثر شيء على الإعلانات، وفي ظل هذه الأزمة نشوفهم الكل بدأ يتكلم عن فيروس كورونا، الكل يبي يعطي نصائح، وممكن قد تكون هذه النصائح هي غير صحيحة. أكيد، وأنا صراحة أختلف مع ناس، يعني اللي أختلف مع الأشخاص إنه اللي يجي يتكلم بأشياء، يعني حلو الواحد يتكلم باللي يعرفه، يعني ما أتكلم عن شيء أنا مالي خبرة فيه وأجي أعطي معلومات مغلوطة ممكن تسبب لي مشاكل، ممكن
توقف حسابي، أشياء كثيرة وكثير من المشاهير صار معهم هذا الشيء للأسف في الفترة هذه، لأنه خلي كل واحد يتكلم على التخصص وخلاص. فأنا أشوف أنه كان غلط أنه ناس كثير تكلمت في شيء هي ما تفهم فيه يعني صراحة. نعم، ما شاء الله قاعد نشوف صور توا مختلفة حق ريم، صورك مميزة واللي قاعد تقدمينها من خلال السوشيال ميديا مختلف. ريم انت مو وايد تعتمدين على الشوف اللي تسوينه صحيح؟ عفوا؟ انت مو وايد تعتمدين على الشو ولفت النظر في اللي انت تسوينه صحيح؟ الشو الشو يعني الشو يعني انت ما تعتمدين وايد على تونا قاعد نشوف الصور، احس ان انت كلاسيك يعني دائما اللي في عالم السوشيال ميديا تحب انها هي تكون موجوده، فممكن تلبس شيء غريب تسوي صرعه، واكيد انت عارفه يعني موجودين وايد في السوشيال ميديا. احس ان انت لا بسيطه في اطلالتك، فهذه متعمده ولا انت ستايلك كذي؟ لا انا عموما شخصيه مره كلاسيك يعني، وما انا مره ماني شو اوف نهائي لا في السوشيال ميديا ولا برا السوشيال ميديا. يعني حتى من الناس اللي انا ما اطلع حياتي اشياء كثير عن حياتي، الناس ما تعرف انا ايش شريت، ما تعرف انا ايش عندي، ما تعرف انا ايش املك، ما اصور والله ايش السياره اللي انا ركبتها، ما يعني حتى ليتي بس الان في الحجر اللي بديت اصور بيتي وايش تجهيزاتي، ولا بالعاده صار لي فوق الخمس سنوات ما حد حتى يعرف اي شيء عن بيتي او كيف شكل بيتي. حضرتك ريم، حضرتك ريم قلتي لي ان انت تشتغلين مديره او مديره العلاقات العامه في شركه صحيح؟ صحيح. اللي هي شركة إعلانات صح؟ هي مجموعة قابضة إحدى شركاتها شركة إعلانات. نعم، اللي صاحبها إبراهيم عفواً ولا أنا غلطان؟ إيه صحيح. إيه صح. تحياتنا حق إبراهيم الشريدة. هذه شركة سعودية قاعدة تهتم فيكم كمشاهير أو تهتم في المشاهير. هي شنو توجهها أو شنو الهدف الأساسي منها ريم؟ خلينا نوضح حق الناس. أوكي. هي مجموعة تجارية قابضة فيها أكثر من 15 شركة ما شاء الله. عندنا كل شيء، نملك كل شيء إنهاوس، يعني عندنا شركة إيفنتس، عندنا بي آر الماركتينج، عندنا آي تي، عندنا برودكشن هاوس متكامل من فيديوز، كل شيء عندنا، استوديو صوتي وعندنا استوديو مرئي، فنملك كل شيء. يعني نفترض صالح عنده إيفنت مثلاً أو شيء، إحنا نستملك ياه from A to Z. هذه الشركات اللي تخصصها الفعاليات والإيفنتات والمعارض أو البي آر. وفي شق ثاني مختلف، يعني في عندنا المقاولات، في عندنا الثروة الحيوانية، أشياء كثيرة مختلفة صراحة يعني. بس على سؤالك، هذه الشركات اللي نملكها في عالم الميديا. جميل. ريم طبعاً نبي نتكلم أكثر شيء عن المشاهير، ليش الخوف عند المشاهير من الجمهور السعودي؟ لأنه هو هل فعلاً يرفع الشخص أو ينزله يقدر؟ لأنه معروف الجمهور السعودي جمهور جداً قوي. شوفي أنا بتحفظ عن الرد بس بقول لك شيء، يعني الجمهور السعودي كلنا نعرف وش الجمهور السعودي، ما حد يختلف عليه. يعني من قوة الجمهور السعودي صار في يعني مشاهير بدون ذكر أسماء ما هم حتى سعوديين، من الخليج ومن مناطق دول ثانية، يعني تلقيه يشجع مثلا نوادي سعودية مع أنه ما يتابع أي نادي مثلا خليجي، بس تلقيه فجأة صار يتابع الهلال ولا النصر لأن عارف الجمهور السعودي وقوته، خصوصا الجمهور في النوادي الكروية يعني عشان زيادة عدد المتابعين. نعم ريم، احنا اليوم يعني اكثر من سؤال قلتي اتحفظ عن الرد، انت في اشياء وايد تتحفظين عنها بعد انك جاوبتي ترى رديتي، اللي هو كان يعني معنى انه على نفس السؤال تحديدا لا رجل رأي إيه في إنه ليش المشاهير، يعني سؤال ريهام، إنه ليش المشاهير يخشون أو يخافون من الجمهور السعودي؟ فمعنى إجابتك ريم في إن هناك مشاهير ما لهم خص بالسعودية ولا لهم خص بالأندية مثلا يقولون كذي، بمعنى يعني آسف على المصطلح يتملقون للجمهور السعودي على أساس يكسبون وده وهم ما يكونون على طبيعتهم صحيح؟ اي يسوون اي شيء لكسب الجمهور السعودي. طبعا على عيننا وراسنا الجمهور السعودي، الجمهور السعودي اقوى جمهور، انت عارف انه الجمهور السعودي يا يرفعك يا ينزلك. نعم كل صراحه
نعم، الفاشينيستا السعودية أو البلوجرز أو أنت والمشاهير السعوديات في الفترة الأخيرة ابتديتوا تظهرون بشكل جيد على الساحة. بكل صراحة ريم، أنا يعني حسب الحين من شوفتي لك أحس أن أنت صريحة وما راح يكون عندك تحفظ بالرد الحين، أوكي؟ اتفقنا؟ منو أقوى، الفاشينيستات الكويتيات ولا الفاشينيستا السعودية؟ ممكن الناس يزعلون مني بس بصراحة أنا بتكلم. الانفلونسر السعوديات قاعدين يغطوا حتى على الدول الثانية مو بس الخليج، صدق يعني الانفلونسرز السعوديات وصلوا لشركات وأشياء عالمية بمدة جدا قصيرة وخذوا انتباه أكبر صراحة، لأنه محتواهم ستايلهم اللايف ستايل تبعهم مناسب يمكن للشركات الثانية. حلو. ريم متى نفرح فيك ونشوفك دخلتي القفص الذهبي؟ ايش؟ متى نفرح فيك؟ You will never know. Ask China. بس انا قبل لا اختم معاك يا ريم، توج ذكرتي على العالمية، شنو بالنسبة لك العالمية؟ يعني ما شاء الله انت وصلتي مرحلة وايد حلوة كبنت سعودية، يعني شيء مشرف وبالعكس احنا نفتخر فيك حتى في الكويت، فشنو تعني لك هذه العالمية؟ انا ما اعتبر نفسي عالمية، انا اعتبر نفسي اقليمية، بس اني ماشية في الطريق الصح اللي يوصلني للعالمية الحمد لله. املك ادارة اعمال حاطين لي يعني the right path اللي انا امشي عليه عشان اوصل للعالمية، من جودة، من يعني مهتمين بأدق تفاصيل في صفحتي. الله يوفقك. فإن شاء الله يا رب بوصل للعالمية ويمكن سون نسمع أشياء حلوة يا رب. كل الشكر ريم السويدي ان اليوم كنتي معنا على الهواء بقناة الاي تي في واستانسنا واستمتعنا معاك. عيدك مبارك. عافية يا رب، وشرف لي دائما اكون معكم، وشكرا لاستضافتكم، وكل عام وانتم بخير مرة ثانية، ولكل متابعيك وانت بخير وصحة وسلامة العزيزة ريم السويدي، وان شاء الله نلتقي فيك في الكويت او في السعودية. يعني اليوم انت تكلمتي وقلتي وجهة نظرك كبلوجر وكمؤثرة في عالم السوشيال ميديا، وشنو توجهاتك والفكرة او المحتوى اللي تقدمينه من خلال ما تقدمينه سواء على الانستغرام او السناب. ما زال في جعبتنا بعد ضيوف راح يكونون معنا من خلال السكايبي، ولكن روحك فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم.